السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مدارس بدر تايجرز الخاصة، أهلا بكم. معاكم مس أماني سيد، مدرسة الدراسات الاجتماعية بالمدرسة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن درس جديد، وهو خلفاء محمد علي وازدياد النفوذ الأجنبي. طبعا زي ما ذكرنا سالفا ان محمد علي وقع معاهدة لندن مع الدول الاوروبية للحد طبعا من نفوذه ولتقليص طموحاته. محمد علي طبعا معاهدة لندن دي يعني تسببت في يعني ظهور العديد من الامراض عليه. طبعا محمد علي ما بقاش بنفس القوة اللي كان عليها ولا يستطيع الحكم، لذلك تم تعيين مجلس وصايا علي. مجلس الوصايا ده طبعا كان مين اللي حكم فيه؟ كان محمد علي ولده الكبير كان إبراهيم. إبراهيم توفى بالصدفة في نفس السنة اللي توفى فيها محمد علي، يعني خلف محمد علي إبراهيم باشا، ولكنه توفى بعد عدة شهور سنة 1848. خلفاء محمد علي اللي هنتكلم عنهم النهاردة ما كانوش على نفس شاكلته، ما كانوش بنفس قوته، ما كانوش بنفس طموحه، ما نهجوش نفس سياسته، لذلك يعني تأثروا بالطباع الأوروبية، تأثروا بالثقافة الأوروبية، تأثروا بحياة الرفاهية. لكن محمد علي ما كانش رجل مرفه، محمد علي كان رجل جيش، وقبل أن يدخل الجيش عمل بالتجارة، فده طبعا إيه دعمه جدا إيه في سياسته اقتصاديا. الراجل ده كان عارف هو بيعمل إيه كويس قوي. هنتكلم عن أول واحد من خلفاء محمد علي جه بعد إبراهيم باشا، كان عباس الأول. وعباس الأول ده كان حفيد محمد علي، كان ابن طوسن، ولكن طوسن طبعا إيه مات في حياة أبيه، فذهب على عرش الميم لعباس الأول. عباس الأول زي ما احنا كده قلنا عليه في الفصل سميناه عباس ترباس، ترباس لأنه أغلق، أغلق معظم المدارس، أغلق معظم المصانع، عطل الترسانة، خفض عدد الجيش، ودي مساوئ طبعا متعددة ظهرت في عهد عباس. لذلك حركة النهضة توقفت في عهد عباس الأول. بما تفسر توقف حركة النهضة في عهد عباس؟ لأنه أغلق المدارس والمصانع وخفض عدد الجيش وعطل الترسانة. أما بالنسبة للإيجابيات البسيطة اللي حدثت في عهد عباس، فكانت إصلاح الطريق بين مصر والسويس اللي هي القاهرة والسويس، وبدأ أيضا في عهده إنشاء أول خط سكة حديد بين القاهرة ومدينة الإسكندرية. خلف عباس سعيد باشا. سعيد باشا ده كان أصغر أبناء محمد علي الذكور، كان ابن محمد علي. سعيد باشا أو محمد سعيد باشا اسم مركب طبعا، محمد سعيد باشا اهتم جدا بمجال الزراعة. في مجال الزراعة أصدر اللائحة السعيدية، لائحة يعني قانون سماها طبعا على اسمه سعيدية. اللائحة السعيدية دي كانت لائحة يعني جلبت السعادة للفلاحين في عهد سعيد باشا، هي اسم على مسمى لائحة سعيدية بالفعل، لأنها حسنت أحوال الفلاحين، أعطت للفلاح حق توريث الأرض الزراعية دون بيعها، يعني ما هيش إيه ملكية كاملة. وطهر أيضا سعيد باشا ترعة المحمودية لري الأراضي الزراعية. طبعا يا شباب احنا قلنا أن ترعة المحمودية من أهم مشروعات الري اللي أقامها محمد علي. في مجال النقل والمواصلات أتم في عهده إنشاء أول خط سكة حديد في مصر، كان طبعا بيربط ما بين القاهرة والإسكندرية. أما بدأ يا شباب في عهد مين؟ لسه قايلين في عهد عباس. يبقى لا انسب الأعمال، لما يجي يقول لي بدأ في عهده إنشاء أول خط سكة حديد أقول عباس، امتى اقول سعيد؟ لما يقول لي اتم. طيب عمل لي طبعا خط اخر بين القاهره والسويس، ومد خطوط التلغراف. التلغراف ده كان جهاز كده بيبعث ذبذبات، طبعا كانت بتبقى مسج صغيره. لو اتفرجنا على افلام قديمه قوي هنلاقي دايما ايه في الافلام دي بيتقال تلغراف، جالك تلغراف يعني مسج ايه صغيره، بتبقى مستعجله قوي، ويعني بتبقى ايه مسج صغيره، رساله بسيطه يعني. طبعا عندي سعيد بقى في مجال الجيش والبحرية جعل الخدمة العسكرية إجبارية لمدة عام، ولا زالت طبعا إجبارية منذ عهد سعيد باشا إلى يومنا هذا. فتح سعيد باب الترقي أمام الضباط، جدد الأسطول وأصلح السفن. بالمناسبة يا أولاد الخدمة العسكرية كانت إجبارية لأنه كان محتاج أعداد كبيرة جدا عشان تحفر قناة السويس اللي هنتكلم عنها فيما بعد.
بالنسبة بقى للتعليم، ألغى ديوان المدارس، أغلق وزارة التربية والتعليم، قال مش عايز ديوان للمدارس في مصر، مش عايز تعليم إيه في مصر يكون إيه خاضع إيه لهذا الديوان. وبالرغم من ذلك شجع البعثات الأجنبية على إنشاء مدارس خاصة بها، يعني قال مش هيبقى في مدارس حكومية. بالنسبة للأجانب عايزين مدارس، يعملوا هم إيه مدارس أجنبية داخل إيه داخل مصر. بالنسبة بقى للقروض، طبعا أول من استدان ومد إيديه واقترض من أحد البنوك البريطانية كان سعيد باشا. الكلام ده طبعا يا شباب كان سنة 1862. بدأ بعدها يستدين من المرابين اللي هم الناس اللي بيتعاملوا بالربا، اللي هو إيه هديك 500 جنيه ترجعهم لي 1000 بسندات مصرية. بدأ يكتب طبعا شيكات وكمبيالات وإيصالات أمانة، حاجات يعني إيه ورق يعني يضمن للبنوك أو المرابين حقهم باسم الحكومة المصرية مش باسمه. نيجي بقى نتكلم عن امتياز قناة السويس، حيث امتياز قناة السويس ده امتيازين، يعني امتياز يا شباب يعني حق انتفاع. طبعا امتياز قناة السويس منح سعيد باشا الفرنسي فرديناند ديليسبس امتياز حفر قناة السويس. الكلام ده كان 1854. الامتياز الأول أعطى للشركة الحق في حفر القناة والانتفاع بها لمدة 99 عام، تعود بعدها طبعا للحكومة المصرية. سؤال وجيه جدا وكلنا طبعا بنسأله في الفصول، ليه يميز 99 سنة؟ يعني ليه مش 100 مثلا؟ لأن القانون الفرنسي بينص أنك لو انتفعت مثلا إيه بعقار أو بشيء، يعني استأجرت شيء لمدة 100 سنة، بيبقى إيه بيبقى ليك الحق في امتلاكه. فسعيد باشا بقى هنا طبعا حب ايه يرمي نقطة ذكاء، فقال ان القناة هنا هينتفعوا بيها لمدة 99 سنة وليس 100 عام. نيجي بقى طبعا للامتياز الثاني اللي كان بعدها بسنتين سنة 1856. الفرنسي ديليسبس قال انا ممكن ايه يعني اجيب امتياز يديني صلاحيات ومنافع ايه متعددة ومزايا متعددة. طبعا هنا الامتياز الثاني لقناة السويس كان مجحفا للمصريين. يعني ايه اولاد مجحفا؟ يعني ظالما بما تفسر او ايد بالادلة التاريخية. يعتبر الامتياز الثاني لقناة السويس مجحفا للمصريين لانه ادى الى ظلم مصر من بنوده اللي تضمنت ايه تنازل الحكومة المصرية عن الارض المخصصة لحفر القناة والترعة مجانا. يعني الترعة في الوقت ده أو القناة في الوقت ده كانت عبارة عن أرض عادية جدا ما بين البحر الأحمر والمتوسط، هنتنازل إحنا كحكومة مصرية لديليسبس عن الأرض دي مجانا من غير أي إيه مقابل مادي. طيب إحنا برضو محتاجين إيه هم أو ديليسبس محتاج أرض من الدلتا من عند فرع دمياط شرق الدلتا علشان يعمل إيه فيها ترعة تغذي مجرى قناة السويس. برضو ترعة دي فيما بعد هتتسمى بترعة الإسماعيلية. برضو نتنازل عن الأرض المخصصة لحفر هذه الترعة مجانا، ده ظلم بين. تاني بند تقدم مصر 4 تخماس العمالة. يبقى مصر هتقدم 4 تخماس العمالة، أما اليميس الواحد اللي فاضل من 5 ده مين اللي هيقدمه؟ فرنسا. تالت بند للشركة الحق في فرض ما تراه من رسوم على السفن دون الرجوع لمصر. يعني هم اللي يحددوا ديليسبس كرئيس إدارة قناة السويس، هو اللي يحدد هياخد من أي سفينة كام، هو اللي يحدد الجمارك اللي هيحصلها من السفن المارة من القناة دون الرجوع للحكومة المصرية. مقابل كل الامتيازات دي مصر تحصل من 15% بس من صافي الأرباح السنوية. طبعا ديليسبس عشان يضمن أن سعيد باشا ما يرجعش في الامتياز، يعني طلب إيه أو اشترط تصديق السلطان العثماني على الامتياز، يعني يوقع بنفسه عشان يبقى بمثابة فرمان، عشان سعيد باشا لو حب يرجع في أي بند من هذه البنود ما ينفعش. طبعا يا شباب احنا كان ممكن يعني الامتياز ده يبقى في صالح مصر مش ضدها. يعني ممكن يجي لي سؤال ماذا تفعل إذا كنت مكان سعيد باشا؟ طبعا أنا مش يعني أنا عن نفسي لو أنا مكان سعيد باشا مش هتنازل عن الأرض دي مجانا، أكيد هاخد منهم برضو حق انتفاع مقابل مادي، مش هقدم 4 تخماس العمالة مجانا، أكيد يعني إيه هيتعين العمال دول كموظفين وهيبقى لهم مزايا زيهم زي أي موظفين مثلا إيه فرنسيين. أكيد برضو مصر إيه مش هتاخد 15% من الربح بس، يعني ممكن نزود النسبة. لكن سعيد باشا وافق على كل هذه البنود التي تضمنها الامتياز الثاني لقناة السويس.
تعالوا بقى يا شباب نتكلم عن عهد الخديوي إسماعيل، والخديوي إسماعيل ده يبقى حفيد محمد علي، بقى ابن إبراهيم. الخديوي إسماعيل على فكرة يعني كان عايش حياته في فرنسا وتطبع بالطابع الأوروبي، ويعني كان منبهر بالطراز العمراني الفرنسي اللي كان في باريس. لذلك الخديوي إسماعيل كان راجل طموح جدا وحب يعمل نهضة على جميع المستويات داخل مصر، ودي حقيقة. بالنسبة للزراعة أصلح القناطر وأنشأ بعض القناطر على النيل، وحفر العديد من الترع، الترع اللي موجودة في الوادي اللي بتعدي من أسيوط لحد بني سويف، اسمها ترعة الإبراهيمية، دي اللي حفرها إسماعيل وسماها على اسم والده إبراهيم باشا. زود أيضا من مساحة الأراضي الزراعية. بالنسبة لمجال الصناعة أعاد فتح الكثير من المصانع. مين يا أولاد اللي قفل هذه المصانع؟ عباس الأول. ممتاز. توسع أيضا في إنشاء مصانع السكر بالوجه القبلي بجوار إيه؟ محصول القصب. عندي بقى في مجال التعليم والنهضة العلمية أعاد فتح ديوان المدارس اللي كان أغلقه مين؟ عباس، أسفة، سعيد باشا، لكن اللي أغلق معظم المدارس كان عباس. الديوان نفسه اللي هو وزارة التربية والتعليم كان سعيد باشا، وأنشأ العديد من المدارس، وأنشأ دار الكتب ودار الرصد ومصلحة الإحصاء والمساحة والجمعية الجغرافية المصرية سنة 1875. الجمعية الجغرافية مكان رائع، يعني فيه العديد من الكتب الخاصة بمادة الجغرافيا. أما بقى في مجال الجيش والبحرية، نظم الجيش وقام بتسليحه واهتم بنهضة التعليم البحري. طبعا بقى النهضة العمرانية دي كانت أهم حاجة عملها إسماعيل. إحنا يا ولاد لو نزلنا شوارع وسط البلد في القاهرة، الأبنية اللي موجودة في هذا المكان ترجع إلى عهد مين؟ إسماعيل باشا. إسماعيل يعني عمل نهضة علمية مهمة جدا. أنشأ دار الأوبرا والعديد من الكباري. وبالمناسبة مصر هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة اللي فيها دار أوبرا، يعني ده دليل على ان مصر فيها فن راقي. دار الاوبرا المصرية دي مش موجودة في اي دولة عربية ولا اي دولة افريقية. انشأ ايضا العديد من الكباري زي كوبري قصر النيل اللي عليه اسود. انشأ ايضا العديد من القصور مثل قصر عابدين، وادخل الانارة بالغاز، وانشأ مصلحة البريد، ومد خطوط التلغراف. خطوط التلغراف ده عامل مشترك بينه وبين سعيد باشا. بالنسبة بقى لإنشاء مجلس النواب، أنشأ إسماعيل مجلس شورى النواب، ويعد خطوة هامة لترسيخ الحياة النيابية في مصر، لأنه أول مجلس منتخب أنشأ في مصر. عرف أيضا في عهد إسماعيل الوزارة المسؤولة اللي هنتكلم عنها كمان شوية. أصدر لائحة أساسية يعني دستور. بالنسبة بقى لامتداد النفوذ المصري، وجه عدة حملات لإفريقيا لمنع تجارة الرقيق اللي هم العبيد. طبعا ده نتج عنه منع تجارة العبيد والسيطرة على مياه النيل وامتداد نفوذ مصر على ساحل البحر الأحمر، طبعا الساحل الشرقي. ولكن من أهم السلبيات التي حدثت في عهد الخديوي إسماعيل الأزمة المالية اللي كان من أسبابها سياسة الاقتراض، لأنه عمل مشروعات كتيرة جدا فما حسبهاش صح. يعني المشروعات دي محتاجة فلوس كتيرة جدا عشان إيه تتم، فبدأ يقترض من إنجلترا وفرنسا. تاني حاجة افتتاح قناة السويس استدان برضو علشان يقيم العديد من الحفلات التي دعا إليها العديد من ملوك العالم، أنفق ببذخ على هذه الاحتفالات. يعني بيقول إن الاحتفالات بتاع قناة السويس طبخ فيها أكتر من 500 طباخ، يعني صرف ببذخ وعمل قصور بس عشان يرتاح فيها ملوك العالم. بالنسبة بقى لعلاقة الخديوي إسماعيل بالسلطان العثماني، قدم هدايا للحصول على المزايا. يبقى علاقته بالدولة العثمانية قدم هدايا للحصول على الفرمانات اللي هتمكنه من انه يوطد حكمه ونفوذه. الخديوي إسماعيل عندي اصدرت العديد من الفرمانات لاجله، طبعا لتوريث الحكم لولده وتوفيق طبعا، وزيادة عدد الجيش وحصوله على لقب خديوي. نيجي بقى نتكلم على الامتيازات الأجنبية، وهي تسهيلات منحتها الدولة العثمانية للرعاية الأجانب داخل مصر تشجيعا لهم على الإقامة والتجارة. أما بقى لما نيجي نتكلم على زيادة التدخل الأجنبي في عهد الخديوي إسماعيل، هنتكلم عن أول عامل وهو المحاكم القنصلية. هي محاكم تنظر في القضايا التي يرتكبها الأجانب ضد المصريين أو الحكومة.
وطبعا كانت بتنظر في هذه الجرائم أو بتستأنف خارج مصر، مما يضطر المصريين عن التنازل عن حقوقهم. الخديوي إسماعيل للحد من وساوئ المحاكم القنصلية أنشأ محاكم مختلطة، وهي محاكم بتنظر في القضايا المدنية والعقارية، ولكن طبعا الغلبة في النهاية كانت بتبقى للقضاء الأجانب، وده طبعا يعني أدت إلى تدخل القضاء الأجانب في القضاء التشريعي المصري، كما أن المحاكم المختلطة أيضا أدت إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر. سنة 1875 مستر كيف جي لبحث الأزمة المالية، وطبعا هو جي بناء على رغبة من الخديوي إسماعيل. يبقى سنة 1875 تم إرسال بعثة كيف. بعثة كيف طبعا اقترحت إنشاء نظام مراقبة مالية، وألا يأخذ إسماعيل أي قرض إلا بموافقة إدارة المراقبة المالية. سنة 1876 أصدر الخديوي إسماعيل قرارا بإنشاء صندوق الدين، والذي يمثل خزانة فرعية بجانب الخزانة الأساسية ليتسلم المبالغ المخصصة للديون، وطبعا المسؤول عنه أجانب. سنة 1876 برضو طبعا اضطر الخديوي إسماعيل تحت ضغط من الدول الأوروبية أن ينشئ نظام اسمه المراقبة الثنائية، وذلك بتعيين مراقبين أجنبيين، أحدهما بريطاني للإيرادات والآخر فرنسي للمصروفات. طبعا المراقبة الثنائية طلبت من الدول الأوروبية إرسال لجنة لبحث أسباب الأزمة المالية داخل مصر، عرفت هذه اللجنة بلجنة التحقيق الأوروبية العليا. هذه اللجنة أوصت إسماعيل بأن يتنازل عن سلطته المطلقة لوزارة مسؤولة، يعني مش هو اللي هيحكم، الوزارة المسؤولة هي اللي تتولى الحكم مكانه، وأن يتنازل إسماعيل عن أطيانه هو وعائلته ووضعها تحت رقابة دولية. طبعا الوزارة المسؤولة دي مع الوقت بقت وزارة مختلطة، كان رئيسها نوبار باشا، وكان معاه وزيرين بريطاني للمالية وفرنسي للأشغال. بدأت الحركة الوطنية اللي هم الشخصيات الوطنية اللي موجودة في مصر في هذا الوقت توجه انتقادات لازعة للوزارة المختلطة، وده خلى الخديوي إسماعيل يقوم بإقصاء الوزيرين الأجنبيين. يعني إيه شباب إقصائهم؟ يعني عزلهم، أصدر مرسوم بعزلهم، مما أدى إلى أن إنجلترا ضغطت على السلطان العثماني لعزل الخديوي إسماعيل وتعيين ولده توفيق، لتبدأ مصر حقبة جديدة، وهي حقبة الخديوي توفيق اللي هنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية في درس الثورة العرابية. سعدت طبعا بلقائي معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.